السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم الشباب؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. مكملين في كورس نظم التشغيل بتاعنا. ان شاء الله هنشرح النهارده شابتر 8 اللي بيتكلم عن الديدلوكس. هنتكلم فيه على السيستم موديل بتاع الديدلوك وازاي بيحصل في المالتي ثريدد ابلكيشنز، ايه الخصائص بتاعة الديدلوك والحاجات اللي لما بتحصل مع بعض بيكون في احتمالية ان الديدلوك يحصل. وتركيز الشابتر كله هيكون على ايه الطرق اللي بنتعامل فيها مع الديدلوكس، سواء بالبريفنشن ان احنا بنمنع حدوث الديدلوك، او الافويدنس ان احنا بنحاول نتجنب حدوث الديدلوك، او بالديتكشن وريكفري ان احنا يعني بنسمح بحدوث الديدلوك، ولما بيحصل بنديتكت ان في ديدلوك حصل والطرق اللي احنا بنريكفر بيها من الديدلوك ده. طيب السيستم موديل مبدئيا الفكره كلها ان احنا السيستم بتاعنا بيكون فيه مجموعه من الريسورسز. كلمه ريسورس هنا بيعني اي شيء، ممكن يعني السي بي يو سايكلز بتاعه البروسيسور، ممكن يعني الميموري سبيس، الرامات، المساحه اللي جوه الرام اللي كل بروسيسور عايزه تاخد منها جزء، الانبوت اوتبوت ديفايسز يعني كام ماوس عايز اكسس السكرين، كام ماوس كام بروسيس قصدي عايز اكسس الماوس، الكيبورد، الكاميرا، البرينتر، السكانر، كل البريفرالز دي تعتبر انبوت اوت بوت ديفايسز، ممكن يكون في اكتر من بروسس عايزه تاكسسها. فبنقول ان اي سيستم بيكون متكون من مجموعه من او بيحتوي على مجموعه من الريسورسز، هنرمز لها بالرمز ار، يبقى عندي ار 1 لغايه ار ام. بكل ريسورس ممكن يكون في عنده دبليو انستنس، يعني ممكن بعض الريسورسز ما تكونش منها انستنس واحد، يكون منها اكتر من ريسورس. زي مثلا لو انت عندك في الشركه مثلا عندنا ثلاثة برينتر، يعني الأجهزة كلها متوصلة بشبكة، وفي عندي ثلاثة برينتر متوصلين بالشبكة، وعندي مثلا اثنين سكانر متوصلين بالشبكة، يبقى الريسورس اللي اسمه برينتر أو الريسورس اللي اسمه سكانر مش في منه انستنس واحدة، لا ده في منه ثلاثة انستنس وده في منه اثنين انستنس. طيب أي بقى بروسس عشان تاخد الريسورس بتبقى ثلاث خطوات، أول حاجة بت ريكويست الريسورس، بتطلب بتقول للاوبريتنج سيستم انا عايز الريسورس ده، بعد كده بتبدا تستخدمه، بعد كده بتبدا تعمل له ريليس ترجعه تاني عشان لو اي بروسس تانيه عايزه ان هي تستخدمه. طيب وبالتالي طبعا كنا خدنا من الشابتر بتاع السينكرونايزيشن ان اي ريسورس بالتالي اصبح شيرد اوبجكت ما بين اكتر من بروسس بيتصارعوا عليه او كلهم عايزين يستخدموه، فبالتالي بنقدر بنحميه عن طريق الميوتكس، فيبقى كل نسخه من الريسورس ده او كل انستنس من الريسورس هنحميه بميوتكس. لو فرضنا مثلا عندنا اثنين ريسورس هنحميهم باثنين ميوتكس، ولنفترض اول واحد اسمه فيرست ميوتكس، ثاني واحد اسمه سكند ميوتكس. طيب ايه المشكله اللي ممكن تحصل؟ المشكله اللي ممكن تحصل ان لو فرضنا انا عندي ادي الثريد الاولانيه وادي الثريد الثانيه. الثريد الاولانيه كانت عايزه اول ريسورس فقامت عامله ويت على اول ميوتكس، ونفس الثريد قامت عامله ويت على الميوتكس رقم اثنين. في نفس الوقت ده كان الثريد اثنين بتعمل ايه؟ كانت بتعمل ويت على الميوتكس رقم 2 الاول، بعد كده الميوتكس رقم 1. يعني عندي ولنفترض ان انا عندي مثلا البرنتر وعندي الاسكانر، والبروسيس الاولانيه طلبت البرنتر بعد كده طلبت الاسكانر، والبروسيس الثانيه طلبت الاسكانر الاول بعد كده البرنتر. فاللي حصل هنا ان لو البروسيس الاولانيه حصلت على البرنتر بعد كده البروسيس الثانيه خدت الاسكانر، هيحصل عندي ديدلوك، لان البروسيس الاولانيه علشان تكمل شغلها محتاجه الاسكانر، والبروسيس الثانيه عشان تكمل شغلها محتاجه البرنتر، واصبحوا الاثنين عطلانين، مفيش اي واحده منها عارفه تعمل بروجرس، لان كل واحده مستنيه حاجه من الناحيه الايه؟ من الناحيه الثانيه. كنا خدنا يعني مثال شبه ده كده في اخر الشابتر بتاع السينكرونايزيشن. طيب هنا بيقول لي كده، يعني بنحاول نمثلها ب زي جراف بسيط، ان انا عندي كل دايره من دول او كل شكل بيضاوي هيبقى هو البروسيس نفسها، وكل شكل يعني مستطيل او ريكتانجل هيعبر عن الريسورس، يبقى هيعبر عن الميوتكس اللي هو بيحمي بالتالي الريسورس. فاصبح دلوقتي ان الفيرست ميوتكس موجود مع في منه انستنس واحده، يعني في منه نقطه واحده موجود مع ثريد 1، واصبح السكند ميوتكس اللي هو في منه نقطه واحده او انستنس واحده السهم رايح لثريد 2، يعني موجود مع ثريد 2. السهم العكسي ده معناه ان ثريد 1 عايزه السكند ميوتكس، والسهم ده كده معناه ان ثريد 2 عايزه الفيرست ميوتكس. يبقى انا قدرت عن طريق الريسورس الوكيشن جراف، جراف بسيط بعبر فيه عن البروسيسز او الثريدز وعن الريسورسز او الميوتكس اللي هو على الريسورس ده، وكل سهم من دول بيعني اذا كان انا حاصل على الريسورس ده او بطلب الريسورس ده.
يعني هنشرح يعني هنشرح ده تاني بالتفصيل لما نشرح الريسورس الوكيشن جراف قدام شويه في الشابتر. طيب ايه بقى الكاركترايزيشن بتاعه الديدلوك؟ الديدلوك علشان يحصل او علشان يبقى في ديدلوك دلوقتي ابقى متاكد ان في ديدلوك حصل، لازم اربع خصائص او اربع شروط اربع كونديشنز يكونوا حاصلين مع بعض سيميرتنسلي، يعني الاربعه دول لازم يكونوا متحققين عشان يحصل عندك ديدلوك. لو اي واحد اي شرط من الاربعه دول مش متحقق يبقى ساعتها ما عندناش ديدلوك. ايه الشرط الاولاني؟ اللي هو الميوتشوال اكسكلوجن، ويقول لي only one process at a time can use a resource، يعني ان الريسورس ده يكون مسموح للبروسس واحده ان هي تستخدمه، والا لو كان الريسورس نفسه مسموح لاكثر من بروسس ان هي تستخدمه مع بعض خلاص ما عندناش مشكله. يعني تخيل انت عندك فايل والفايل ده فيه كذا بروسس بتعمل له عمليه ريد عمليه قراءه، فعمليه الريد دي مش هينتج عنها ديدلوك، الناس بتقرا مع بعض ما شيء، يعني هو شير ده ليهم كلهم لكن كلهم بيقروه ما عنديش مشكله فيها. هيبقى في مشكله لو حد منهم بايه بيبدا يكتب، يبقى ساعتها ده اصبح واحد بس اللي عايز يكتب او اللي من حقه قصدي ان هو يكتب، فبالتالي يحصل الموتو اكسكلوجن. تاني حاجه هولد اند ويت، دي معناها ايه؟ معناها ان بروسيس هولدنج ات ليست وان ريسورس از ويتنج تو اكواير اديشنال ريسورسز هيلد باي اذر بروسيسز. يعني يحصل ديدلوك امتى؟ لما يكون البروسيس هتحتاج اكتر من ريسورس ويكون معاها واحد او بعض من الريسورسز ومستنيه شويه تانيين. بمعنى ايه الكلام ده؟ لو هي ما كانش معاها حاجه خالص ولسه بادئه تطلب وما عرفتش تاخد الحاجه اللي هي عايزاها عمر ما هيحصل لي ديدلوك، لان هي اصلا لسه ما يعني ما حجزتش حاجه. المشكله بتحصل لما هي بتحجز حاجه وتيجي تطلب حاجه تانيه ما تلاقيهاش، فتفضل حاجزه الايه؟ الحاجه اللي كانت معاها، والحاجه اللي كانت معاها دي تيجي بروسس تانيه تاخدها فتعطل الايه؟ تعطل العمليه. تالت شرط عندي لازم يتحقق عشان يحصل الديدلوك هو انه بري امشن. احنا كنا خدنا كلمه بري امتيف قبل كده، البري امتيف معناها ان البروسيسور ممكن يوقف البروسيس دي ويشتغل في بروسيسات ثانيه وبعدين يرجع لها. نو بري امشن لا، يعني هي من اول ما بتشتغل لغايه لما بتخلص مره واحده، ما البروسيسور مش هي ايه مش هيوقفها في النص. فالشرط هنا يكون عندي نو بري امشن بالنسبه من منظور مين بقى هنا؟ من منظور ايه؟ ريسورس. يبقى ريسورس كان بي ريليزد اونلي فولنتيرلي تطوعا يعني باي ذا بروسيس هولدنج ات. يعني معنى كده ان احنا نو بري امشن معناها كده ان الريسورس ده لو راح للبروسيس دي يبقى البروسيس دي هي بس اللي هتقول خلاص انا خلصت الريسورس ده ومش محتاجاه تاني فهعمل له ريليز، مش من حق حد تاني انه يروح ياخد منها الريسورس. يبقى كلمه نو بريمشن هنا معناها ان لو بروسيس حصلت على الريسورس هيفضل معاها لغايه لما ايه؟ لغايه لما تخلص شغله خالص. يبقى ده الشرط الثالث عشان يحصل عندي الديدلوك. الشرط الرابع اللي هو احنا زي ما قلنا بقى من شويه ان يحصل عندي سيركولر ويت زي ما قلنا هنا كده راحت فين اللي هي ده، ان مثلا بروسيس 1 كانت واخده او ثريد 1 واخده ريسورس 1 ومستنيه 2، وثريد 2 واخده ريسورس 2 مستنيه ريسورس 1، فهنا يحصل عندي ما يسمى بالويت. طبعا خد بالك مش لازم يكونوا اثنين بس، ممكن يكونوا اكتر. يعني مثلا لو هم ثلاثه بروسيسز، البروسيس مثلا الاولانيه واخده ريسورس معين ومستنيه ريسورس من ثريد 2، وثريد 2 واخده ريسورس معين ومستنيه ريسورس ثاني من ثريد 3، والثريد 3 واخده ريسورس معين ومستنيه ريسورس من ثريد 1. يعني مش لازم تبقى العلاقه ما بين اثنين بس، ده مستني ده وده مستني ده، لا ممكن يكونوا 5 6 7. نعرف منين بقى في ديدلوك ولا لا؟ عن طريق السيركلر ويت. يقول ان انت افترض ان انت عندك مجموعه من البروسيس من بي نوت لغايه بي ان، وان عندي سيكونس او عندي سيركل كده بتقول ان بي نوت ويتنج ريسورس از هيلد باي بي 1، يعني بي نوت مستنيه ريسورس مع بي 1، طب بي 1 مستنيه ريسورس مع بي 2، وبي 2 مستنيه ريسورس مع بي 3، وهكذا لغايه ما تيجي عند اخر بروسيس ليها مستنيه ريسورس عند مين؟ عند بي نوت اللي هي الاساسيه خالص. يبقى كده عندك سيركل حصلت او سيركلر ويت، يعني ده منتظر ده منتظر ده منتظر ده منتظر ده، والسيركل كملت، يبقى انا كده عندي ايه؟ عندي ديدلوك. يبقى عندي اربع شروط لازم توافرها مع بعض مع بعض، يعني لو اي واحده من دول مش متحققه يبقى انا ما عنديش ديدلوك. طيب زي ما قلنا بقى هنشرح هنا الريسورس الوكيشن جراف اللي هو يعني ادى فكره بسيطه عنه في الجراف ده، هنشرحه بقى اكتر في التفصيل هنا. يعني بيقول ان انا هيبقى عندي مجموعه من الفيرتسيز ومجموعه من الايدجز. كلمه فيرتكس اللي هي يعني زي نود كده، يا اما مربع يا اما دايره، دي بنسميها فيرتكس. ومجموعه من الايدجز اللي هي ايه؟ اللي هي الخطوط يعني اللي متوصله ما بين الدايره والمربع. طيب الفي اللي هي الفيرتسيز هنقسمهم زي ما قلنا كده نوعين، نوع اللي هو البروسيسز ونوع اللي هو الريسورسز.
انا افترض ان انا عندي في السيستم ان من البروسيسز، يعني عن مجموعه من البروسيسز عددها ان ومجموعه من الريسورسز عددها ام. المهم يعني ان كل بروسيس هتبقى هنرمز لها بالدايره هنا بنقول عليها دي اللي هي ثريد، يعني سواء بروسيس او ثريد الاثنين بنفس المعنى في السياق ده يعني. والريسورسز هيبقى نرمز لها بالرمز اللي هو الايه المربع. طيب الايدجز بقى، الايدجز اللي هي الخطوط اللي واصله ما بين الفيرتيسيز دي، دي دايركتد يعني على حسب اتجاه الايه السهم ليه معنى معين. فلو هو متجه من البي اي للار جي معناه ان هو ريكويست ايدج، لو هو من الار جي للبي اي معناه ان هو اساينمنت ايدج. هيبان اكتر في الرسم يعني، لو فهمنا الرسمه دي، الرسمه دي بتعني ايه، خلاص هنبقى فهمنا كل الكلام ده. لو حد يعني مستصعب الكلام ده فهي الرسمه توضح كل حاجه. فهنا بيقول لي one instance of R1، يبقى انا عندي الاول مجموعه من البروسيسز اللي هي T1 T2 T3 اللي هي الدوائر الفيرتكس اللي هي الدايره، مجموعه من الريسورس اللي R1 و R2 و R3 و R4. النقط دي معناها عدد الانستنسز اللي متوفره، يعني R1 في منها انستنس واحده، R3 في منها انستنس واحده، R2 في منها 2 انستنس، R4 في منها 3 انستنس. 2 انستنس يعني مثلا اكن عندك 2 قلنا برينتر متوصلين بالشبكه بتاعتك وهكذا. طيب يبقى خلاص قلنا على الانستنس. بعد كده الاسهم بقى، T1 holds one instance of R2، يعني السهم اللي جاي من النقطه دي كده رايح على T1، معناها ان T1 هي اللي بتهولد او هي اللي ماسكه النقطه دي. نفس الكلام T2 جاي لها سهم اهو من R1، يبقى الريسورس اللي اسمه R1 ده موجود حاليا مع T2، والسهم ده الريسورس اللي هو الثاني ده بتاع R2 برضه موجود مع مين؟ مع T2. نفس الكلام بالنسبه للسهم ده، النقطه رايحه للتي 3، يعني تي 3 معاها الانستنس ده اللي هو من ار ايه؟ من ار 3. طب السهم بقى اللي هو العكسي، يعني هنا مش عامل السهم العكسي، انا بشرح بس الالوكيشن يعني هي الوكيتد مع ايه. فالاسهم كلها ليها جايه من النقط رايحه لي رايحه لي الايه البروسيس. لا في والله معلش في عكسي، هو اللي هو اللي هو السهم ده اللي رايح من T1 لغايه R1، ده معناها ان هو بيرغب في الحصول على انستنس من R1. ونفس الكلام في سهم هنا اهو من T2 رايح لمين؟ رايح ل R3، يبقى ده ان هي عايزه تحصل على الريسورس اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه R3. يبقى بص على السهمين كده، حتى لو ركزتوا شويه هتلاقوا السهم ده يعني داخل جوه المربع وبادئ من عند مين؟ من عند النقطه، عشان يبين ان النقطه دي تحديدا هي اللي راحت لمين؟ لT3. زي تحت برضو هنا كده بيقول لك ان النقطه دي تحديدا هي اللي راحت لT2، والنقطه دي تحديدا هي اللي راحت لمين؟ لT1. لكن الاسهم الثانيه اللي هي زي اللي رايح من T1 لR1 او من T2 لR3 هو مش داخل بقى على النقطه، بيقول ان انا عايزه خلاص نسخه من او انستنس من الريسورس ده. يبقى لو كان الايدج من البروسيس رايح لي الريسورس ده كده بريكوست، انا ارغب في الحصول على نسخه منه. لكن لو كان العكس رايح من الريسورس لي البروسيس ده اساينمنت ايدج، يعني النسخه دي اسايند لي البروسيس دي. طيب هنا كده بيقول لي ان ده تقريبا النسخه اللي فاتت اهي، هي بس مكبرها يعني، بس بيقول ان ده لا معلش مزود سهم هنا. النسخه دي كده ما في من تي 3 ل ار 2 ما فيش حاجه هنا حاصله، هنا زود سهم من تي 3 لغايه مين؟ لغايه ار 2. ده معناه ايه؟ معناه ان تي 3 ترغب في الحصول على انستنس من ار 2. بيقول لي بقى هنا ان الريسورس الوكيشن جراف اللي قدام ده يعتبر فيه ديد لوك. عرف منين؟ من السيركل. بصوا كده على هنا، حاول كده تجيب اي سيركل مش هتلاقي. ليه؟ يعني هو انا عارف يعني باينه من بعيد كده ان دي دايره، يعني ان الحته دي دايره، لكن الاسهم مش مظبوطه. يعني بص خد من اول تي 1 رايحه لمين؟ رايحه لار 1، بعد كده السهم من ار 1 لتي 2، مفيش سهم نازل من تي 2 لتحت الار 2، فانت مش عارف تاخد ايه دايره. خد بالك احنا مش عايزين دايره وخلاص، عايزين دايره دايركت يعني بالاسهم، فما عندكش اي دايره عارف تعملها. طالما ما عندكش دايره، ما عندكش سيركل، يبقى انت ما عندكش ديد لوك. لكن بصوا هنا كده، لما عملنا السهم ده اللي هو من تي 3 طلبت من ار 2، بص كده من هنا هطلع لهنا، هطلع هنزل هنزل كده، عملت ايه؟ عملت دايره. يبقى انا عندي في سيركل هنا، وبالتالي في احتمال حدوث ديد لوك. خد بالك ان هنا برضو ده مش ديد لوك، يعني دول مع نفسهم كده ما يعتبروش ديد لوك. لكن ممكن تاخدها على الواسع. يعني ايه على الواسع؟ يعني خد من تي 1 لار 2 لار 1، بص امشوا مع اتجاه الماوس كده لار 1، بعد كده
ل تي 2، بعد كده الار 3 ل تي 3 لار 2 ل تي 1. يبقى انت عندك كمان سيركل ايه كبيره، يعني السهم ده بمجرد ما اتعمل عمل لك مش بس سيركل صغيره اللي هي السيركل دي، ده عمل لك كمان سيركل تانيه ايه تانيه كبير، فكده يبقى في يعني احتماليه اكبر لحدوث ايه ديدلوك. طيب بيقول لي بقى خد بالك ان جراف ويز ا سايكل بات نو ديدلوك، يعني هنا كده لو بصينا على الاسهم يبقى هنا كده ماشي اهو 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 كده عملنا ايه؟ عملنا دايره، ومع ذلك في الدايره دي مفيش عندنا ديدلوك. ايه اللي كسرها؟ اللي كسرها ان ار 1 وار 2 فيهم اكتر من ايه؟ اكتر من ريسورس. يعني لو كانت ار 1 دي فيها نقطه واحده وار 2 فيها نقطه واحده كان كده اكيد ديدلوك، لكن بما ان ار 1 فيها نقطتين فاه تي 3 مستنيه ايه؟ او مين اللي عايزه؟ تي 1. تي 1 عايزه انستنس من ار 1 بس مش واقفه قوي على تي 3 اللي هي معاها في الدايره، لا ممكن تي 2 ايه هي اللي تخلص وتسيب النقطه دي، فتي 1 تاخد النقطه دي من بره. يعني انت عندك تي 1 عايزه اي نقطه من الاثنين دول، نقطه منهم موجوده معانا في السيركل اللي هي عامله سيركلر ويت، ونقطه منها معانا في مكان تاني ما فيهوش ايه ما فيهوش سيركلر ويت، فبالتالي ما يبقاش فيه ديدلوك. هناخد كل القواعد بالتفصيل كمان شويه نعرف امتى اللي يبقى فيه سيركل معناها في ديدلوك ولا لا، ولما فيش سيركل معناها في ديدلوك ولا لا. هي جت اهي البيزك فاكتس او يعني الحاجات البسيطه، ان لو الجراف كونتينز نو سايكل يبقى كده نو ديدلوك. يعني لو انا ما عنديش اي سيركل يبقى انا كده، او اي سايكل يعني اي دايره او حلقه او كده، معنى كده انا متاكد ان انا ما عنديش ايه ديدلوك. طب لو كان عندي في سايكل يبقى كده ايه اللي يحصل؟ لو انا عندي 1 انستنس بالريسورس تايب يبقى اكيد في ديدلوك. طيب لو كان عندي سيفرال انستنس بالريسورس تايب يبقى بوسيبيليتي اوف ديدلوك. يبقى ناخد القواعد واحده واحده. لو انا ما عنديش اي سايكل خالص يبقى كده مليون في الميه مفيش ديدلوك. طيب عندي سايكل، شوف الريسورسز اللي موجوده في السايكل دي، هل هي كل ريسورس منها انستنس واحده ولا اكتر من انستنس؟ لو كانت انستنس واحده فيهم كلهم وهم عاملين سايكل او سيركل يبقى كده اكيد في ديدلوك. طيب لو كانوا عاملين سايكل بس الانستنسز زي هنا كده سايكل اهي بس الانستنسز كتيره مش عددها واحد، يبقى في احتمال حدوث ديدلوك، وفي يعني في احتماليه في ممكن يكون في ديدلوك وممكن ما يكونش فيه ايه ما يكونش فيه ديدلوك. طيب عندنا بقى اربع طرق دول اللي هناخدهم في الشابتر يعني للتعامل مع الديدلوك. اول طريقه او اول اللي هي اسمها ديدلوك بريفنجن، ان احنا نمنع حدوث ديدلوك اصلا، يعني هنستخدم تقنيه معينه كده نمنع بيها من البدايه ان يكون في حدوث ديدلوك. طيب تاني طريقه ديدلوك افويدنس، ان احنا نتجنب حدوث الديدلوك. يبقى في الحالتين ده بنشور ذا سيستم ويل نيفر انتر ا ديدلوك، يعني هنضمن باي الجوريزم من الاثنين دول او باي تقنيه من الاثنين دول ان مفيش ديدلوك عندي هيحصل تمام، سواء بالديدلوك بريفنجن منع حدوثه من الاول او تجنب حدوثه. انا عارف ان الكلمتين منع وتجنب يعني شويه شبه بعض بس هنعرف يعني لما نيجي نكمل الشابتر هما يقصدوا بيها حاجات مختلفه. طيب التقنيه الثالثه allow the system to enter a deadlock state and then recover، يعني لا ده انا يعني هسيب الديدلوك يحصل عادي خالص بس هعمل الجوريثم كده على جنب كل فتره معينه بيقوم يعمل لي ديتكشن يشوف لي هل دلوقتي الدنيا عطلت ولا لا. يعني تخيل كده ان احنا مثلا عندنا اشاره مرور بس احنا مش هنوقف عسكري جنب اشاره المرور دي، امال هنعمل ايه؟ العسكري هيفضل في القسم او هيفضل في المكان بتاعه عادي خالص بس كل مثلا ساعه هنروح نبعته دفعه واحده، لقى في ديدلوك يحله ما لقاش يروح يرجع تاني يروح الساعه 2 يروح الساعه 3 وهكذا، يبقى اسمها ديتكشن اند ريكفري. يبقى هو مش قاعد باستمرار ولا هنتجنب ولا هنمنع، ده احنا العربيات ماشيه زي ما هي عايزه تمشي في الاشاره بتاعت المرور دي بتعمل اللي هي عايزاه، وهو كل شويه يروح يبص يديتكت حصل ديدلوك ولا لا، حصل ديدلوك يريكفر من الديدلوك يعني يحل الايه المشكله بتاعتها. الثلاث طرق دول اللي احنا هنكمل بيهم الشابتر ونشرحهم بالتفصيل. في عندنا بقى طريقه رابعه، يعني كل اللي مكتوب عنها هو بس السطر ده، ignore the problem and pretend that deadlocks never occur in the system. ده حل يبدو يعني سهل جدا ويبدو يعني كسول جدا، ان انت تجاهل اصلا المشكله كلها بتاعه الديدلوك دي من بابها كده وافترض بريتند يعني تظاهر او يعني مثل كده ان الديدلوك عمره ما ايه عمره ما هيحصل خلاص. يعني ده بنعملها امتى؟ بنعملها لما يكون احتماليه حدوث الديدلوك نادره جدا. يعني تخيل في مثلا اشاره معينه
والاشاره دي بتقعد بالسنه والسنتين ما بيحصلش فيها خالص اي ازمه ايه مروريه، خلاص اتجاهل الموضوع كله وما تستخدمش ولا تقنيه من الايه من الثلاث تقنيات دول. عارف ان الحل يبدو يعني غريب كده، بس هتفاجئوا لو حد قرا في الكتاب ان الويندوز واللينكس اللي هم الاثنين اوبريتنج سيستمز المعروفين بيستخدموا الحل الرابع ده، ان هم الاثنين بيتجاهلوا اصلا المشكله من بابها بتاعه الايه الديد لوك، وبيرموا بقى المسؤوليه على البروجرامرز في برامجهم. يعني لو انت مثلا عندك الداتا بيز سيكوال سيرفر او كذا، والداتا بيز دي هي اللي ممكن يحصل عليها ديد لوك، خلاص انت هندل مشكله ديد لوك جوه البروجرام بتاعك بتاع الايه الداتا بيز، يعني عالج مشاكلك جوه الابلكيشن ليفل. انت ممكن في الابلكيشن بتاعك يحصل ديد لوك، اتعامل فيه اتعامل معاه، لكن احنا ككيرنل كنظام تشغيل احنا شايفين ان احتماليه حدوث الديد لوك دي يعني قليله جدا عندنا، وبالتالي هنتجاهلها تماما، هنجنور المشكله وهنتظاهر ان هي مش ايه مش موجوده. طيب بقيت بقى الشابتر هناخد بالتفصيل الثلاثه تكنيكس دول، البريفنشن الافويدنس والطريقه الثالثه اللي هي ايه اللي هي تعتبر شقين، شق اللي هو ديتكشن اند، والشق الثاني اللي هو ريكفري.